لو انت ست بيت وعايزة توفري، فالفيديو ده ليكي. هقولك في الفيديو ده 5 افكار خطيرة هتوفر عليكي فلوس ياما. لايك وشير ونصلي على النبي كده في التعليقات ونبتدي. هقولك اسهل طريقة تحافظي بيها على علبة الكنز بتاعتك. لما نيجي نشرب الكنز بنحط الشليمو كده، كلنا بنعمل كده، لكن الطريقة دي غلط. الصح اللي انت بتحطيه عكس كده، وكده مش هيتبقى معاكي حاجة خالص في علبة الكنز. طب احنا ما كملناهاش، او معاكي طفل ما قدرش يكملها، طب هنحافظ على الباقي ازاي؟ بسيطة، هنجيب الغطا كده وبحتة ورق ألمونيا صغيرة هنبتدي نغطي بيها الفتحة زي كده ونرجعها تاني زي ما هي بالشكل ده. الحيلة التانية، هجيب ازازة اللي هي ازازة الشويبس ديت، انا عايزة اللي هو البوز بتاعها طويل كده. كل اللي انا عايزاه من الازازة الحتة دي بس. وبعدين هجيب ورق ألمونيا واغرقها كلها بالشمع زي كده، يعني احط طبقة حلوة كده بالشمع. واجيب الازازة بتاعتي واحطها كسبتها كويس وادوس عليها واسيبها بقى لغاية ما تنشف. كده نشفت معايا خالص. انتوا عارفين لما الشمع بينشف وبنحط طبقة عريضة بتبقى عاملة زي البلاستيك كده، يعني انا يعتبر قفلت الازازة من تحت. هبتدي اسوي ورقة الالمونيا كده، بقت معايا بالشكل دوت. اغطيها وهجيب مسمار كده اسخنه كويس على النار وابتدي اعمل خرام صغيرة زي كده في غطا الازازة. احنا كده عملناها ملاحة، يعني احنا قاعدين في المصيف وكده ومحتاجين ملاحة بدل ما نشتري، لا كده عملناها بإزازة. لو ما عندكيش المسدس ممكن تجيبي صباع الشمع اللي بيتسيح بالنار ده عادي خالص وتعمليها بنفس الطريقة. ايه رأيكم بقى في الحيلة دي؟ لو عجبتكم ما تنسوش تحطولي عليها لايك. نيجي بقى للحيلة اللي بعد كده، هنجيب مشبكين وهنثبتهم عكس بعض كده بالشمع، واستنى لما ينشفوا. ده هنعمل بيهم ايه بقى؟ هلف عليهم السماعة بتاعتي بالشكل ده. ودي احسن واسهل طريقة تحافظي بيها على السماعة بتاعتك. تحطيها بقى في شنطة خروجك، تحطيها في درج بالشكل ده، احنا قدرنا نحافظ على السماعة بحيلة بسيطة جدا. نيجي بقى للحيلة اللي بعد كده، ودي انا هسميها حيلة التوفير والتدبير. هنعمل ايه بقى؟ عشان الايس كريم، طبعا الصيف دخل واحنا بناكل ايس كريم كتير، فانا قلت ارمي العصيان. لا طبعا حوشتها زي ما انتوا شايفين كده، وجبت علبة تونة فاضية وهبتدي اخد العصيان الايس كريم واثبتها على علبة التونة بالشكل ده كلها جنب بعض، بس اثبتها كويس. ولازم المسدس الشمع يكون سخن كويس جدا عشان العصيان الخشب تقدر تثبت معايا، وبحاول اخليهم مستوى واحد زي ما انتوا شايفين كده. اخلص العلبة كلها كده بنفس الطريقة، بقت معايا بالشكل ده. ومعايا خيط خيش هبتدي الفه على العلبة من تحت، يعني انا عايزة الف الخيط كله على الحتة اللي في النص الباينة دي بتاعت العلبة بالشكل دوت. كده انا خلصته. هعمل في ينقب خيط الخيش برضو واثبتها عليه بالشكل ده. وكانت عندي حلية كده واخدها من حلق هثبتها في نص الفيونكة كده، بقى معايا بالمنظر ده، شايفين الجمال؟ وبعصيان الايس كريم بدل ما كنا رميناها وفرناها وعملنا بيها بوت للزرع جميل جدا، شايفين الشياكة؟ وبقى احلى ديكور عندنا كفاية اللي احنا عاملينه بايدينا ومن اعادة تدوير حاجات كنا هنرميها اصلا. ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك على الفكرة دي. وندخل على اخر حيلة معانا، الحيلة الخامسة. دي كانت علبة دوش، ولقيت العلبة جامدة كده ومتينة، فبصراحة استخسرت ارميها، فقلت بما اننا ستات بيوت شاطرة وعايزين ندبر ونوفر، شوفوا هعمل لكم بيها ايه. هقسمها كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده، كده انا فرغتها. هبتدي اسويها بالمقص، ودي الحتة دي مش هرميها، انا معايا القماش دوت لايقين على بعض وشكلهم حلو جدا، فقلت استغله.
فهبتدي اغلف حتة الكرتونة كده بالقماش الازرق، كده انا خلصتها. هركنها واجيب العلبة نفسها وابتدي اغطيها بالقماش دوت كلها. وانا بعمل كده المنظم عايزة اقول لكم كلمتين. اولا انا بحبكم جدا جدا في الله، متشكرة لكل اخ واخت دخلوا عندي وكتبوا لي كلمة تشجيعية، صدقوني كلامكم الحلو دوت ودعواتكم بتديني حافز وبترفع من روحي المعنوية شوية. انتوا شايفين المشاهدات بقت عاملة ازاي، بس انا بعمل الحاجات ديت حب فيها مش اكتر من كده والله. فربنا يوفقكم جميعا وربنا يكرمكم، واحب اعرف بتتابعوني منين عشان ارحب بيكم في الفيديو اللي جاي. ولو بتعجبكم فيديوهاتي ما تنسوش بقى تحطولي اللايك وشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. زي ما انتوا شايفين كده انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. انا جبت كده حتة كرتونة وقلت اتقل بيها المنظم من تحت زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اثبتها بقى بالشمع في قعر الكرتونة كده. هقفل الباقي بقى ده باللون الأزرق السادة. ابتدي بس اظبطها كويس عشان الشغل يطلع معايا نضيف وحلو. وبعدين احط الكرتونة اللي انا عملتها من الداخل زي كده. انتي ممكن لو نفذتي الفكرة تسيبيها كده، لكن انا طبعا حبيت احط التاتش بتاعي، فعندي شريط الاسترس اللي زي دوت فهحطه حوالين العلبة بالشكل دوت. انتي لو عايزة تعملي الفكرة ديت ممكن تحطي خيط خيش، كلفة، جبير، اي حاجة، بس انا كان عندي الشريط الاسترس ده متوفر وقلت احط لها حلية زي كده وزينتها برضو بالاستراس، بقت معايا بالشكل دوت. وحطيت كان عندي حلق قديم بالشكل دوت حطيته وزينته برضو بالاستراس. وده الشكل النهائي. حد يصدق ان دي كرتونة بقى معايا احلى منظم. عملته ايه بقى؟ منظم للريموتات. جمعت الريموتات اللي متنطورة بقى في الصالة، ريموت التكييف والتلفزيون والمروحة، وحطيتهم في المنظم زي كده. وده هيبقى في الريسبشن شكله شيك كده وجميل. وبعدين انا عاملة اللون الازرق لون الانتريه بتاعي، ممكن يبقى منظم للريموتات او ممكن يبقى لعلبة المناديل، علبة المناديل وجنبها الريموت برضو. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ لو عجبتكم حيل النهاردة وفيديو النهاردة ما تنسوش تحطولي اللايك واشتراك في القناة والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.